طلبنا بأن يكون المحكمة الاتحادية دور كبير حتى يعني ناخذ بالسبل القانونية كلها أن تحاسب الأعضاء مجلس النواب العراقي اللي ما يشاركون الجلسات الاعتيادية. يعني مو شرط أنت تكون لك رأي سياسي، يعني موقف سياسي، وما تدخل جلسات موقف سياسي بخصوص رئاسة الجمهورية، لكن مو موقف سياسي بتشكيل لجان الدائمة، مو موقف سياسي أنك تكون من ضمن المجموعة اللي يبدي بعمل البرلماني. يعني أنت تقاطع البرلمان والله بحجة أنه أنت عندك موقف سياسي معين مع تحالف الثلاثي أو أستاذ أوميد، هاي المحاسبة يعني إذا بس دقيقة هاي النقطة بدون لجان، والله إحنا بالمبادرة هم أعلننا نفترض أن نحل البرلمان ونتجه إلى انتخابات جديدة. طيب هاي أرجع لها، لكن بموضوع أنه محاسبة البرلمانيين، هذا من شغل المحكمة الاتحادية لو موجود بالنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. إحنا بما أنه وفق الأداء اليمين الدستوري كل عضو مجلس النواب العراقي مسؤول على أصوات على عاتقه تمثل فئة معينة من المجتمع اللي صوتوا من قبل الشعب العراقي. من هذا الجانب نحن لدينا سبل قانونية كثيرة، سواء كان بجمع تواقيع أو رفع الدعوة قضائية مباشرة لمحكمة الاتحادية، هذا بعدين نجي عليها. لكن احنا حاليا ننتظر هيئة الرئاسة يعني بتشكيل أو بإعلان يوم 7 آيار يعني يوم جلسة اعتيادية لتشكيل لجان الدائمة، ونحن مصرين على هذا الموضوع. وإذ فشلت هيئة الرئاسة بأي سبب من الأسباب، وإحنا كتحالف من أجل الشعب أعلننا وبمبادرة رسمية في داخل قبة البرلمان أننا نتجه إلى جمع التواقع لحل مجلس النواب العراقي الحالي بصراحة.